شوف آخر حاجة اتكتبت 2009 لسه مسابة على السبورة مجموعات. فيديو جديد من سوريا، ولكن فيديو كالعادة بيحكي معاناة ومأساة، والفيديو الأهم والأصعب واللي أنا جاي عشانه مدينة حمص، المدينة اللي أنا طول عمري بسمع عنها كل خير وعن أهلها وشعبها، ناس طيبين وناس جمال وناس يعني اتظلموا كتير في حياتهم للأسف. وصلنا مدينة حمص، تاني أكبر مدينة، كانت تاني أكبر مدينة في سوريا، وللأسف أصبحت مدينة مهجورة. مدينة أم الدراويش، المدينة اللي اتسمت أم الدراويش عشان ما كانش فيه حد غلبان ولا حد فقير، وكانت مليانة من لاجئ الأيتام وبيهتموا بالفقير، أصبحت مدينة مهجورة. تهجر منها أكتر من 80-90% من شعبها، دمر أكتر من 70% منها، وأصبحت كده. طريق طويل، ساعات تقريبا ساعتين ثلاثة، الطريق كله من أوله لآخره ما بين حلب وحمص، تقريبا كله عبارة عن بيوت والتشميلة متكسرة. والبيوت دي يعني احنا دلوقتي بنشوفها انها طوب او صخر او دمار هناك كده، بس لو فكرت فيها من كام سنه كان في عيله واهل وناس ومدن ناس عايشه هنا، يعني مش دي بيوت كده من حرب من 200 سنه، لا ده من 5 سنين كان في ناس ساكنين على البيوت دي. وصلنا مدينه حمص بعد تقريبا ساعتين ثلاثه من حلب، وده كان المنظر اللي مستنينا الصراحه. كانت توصل مدينة كانت تعتبر هي الأهم أو تاني أهم مدينة في دولة عظيمة زي سوريا، ده يكون منظرها، كل البيوت مدمرة. ده كان جامع مأذنته هناك اهي، تخيل ما في، تخيل قد ما اتكلمت يعني كل ما اجي لهون برجوك وخمم بتذكر يعني شو صار. تخيل معايا كنت عايش حياتك في واحدة من أحلى وأجمل المدن في سوريا، واحدة من أحلى الدول، في يوم من الأيام صحيت مالكش ذنب في أي حاجة، بدأت حرب في بلدك، وده بقى منظر بيتك، واحد من دول أو واحد من دول أو واحد من دول، وأنت كنت مستقر ماديا وعيلتك معاك ومبسوط وعايش حياتك حياة كريمة، فجأة بسبب ناس طماعة وناس للأسف معندهاش لا دم ولا دين ويهجروا 80-90% من اهل مدينه حمص. ده اللي حصل لاهل مدينه حمص، تخيل انت كنت واحد مكانهم، تخيل بعد كل ده وانت اهلك كده والناس كده وانت كنت راجل عايش حياتك مفيش اي مشاكل، تضطر تسيب بلدك وبيتك واهلك وناسك، ده لو كان نيجي منهم حد وتسافر بره ويتقال عليك في الاخر لاجئ وتتعامل اسوأ معامله في العالم، كل ده من غير ذنب. قصة حزينة صراحة لما تيجي تقف هنا قدام البيت، كل بلكونة من دول كان من 10 سنين فيها طفل صغير بيكبر بيطلع من البلكونة يتفرج على الجنينة دي وعلى الجامع ويبقى مبسوط وعايش حياته، والنهاردة أصبحت مدينة أشباح. يا ريت نحس بالناس، يا ريت نبطل حروب، يا ريت يا ريت يا ريت حاجات كتير، لان احنا الصراحه بقينا في عالم وحشي وصعب جدا. اتمنى لو في يوم شفت لاجئ تفتكر الفيديو ده وتفتكر المنظر ده، ده كان بيته، كان ساكن في بيت ما فيهوش اي مشكله، ومن غير اي سبب لقى فجأة نفسه يا اما يكون لاجئ يا اما يتقتل يا اما متعرفش. وطبعا للاسف هو ممنوع زياره اصلا الاماكن اللي اتهدمت او الاماكن اللي كان فيها حرب، بس اللي الناس ما تعرفوش ان هو تقريبا
70-80% من حمص كلها اتدمرت. الحاجه الوحيده المسموح ليها للسياح ان هم يزوروها هو جامع خالد بن الوليد. عشان نوصل للجامع بنتمشى في الشارع اللي جنبه بالظبط. ده منظر الشارع، يعني مفيش حاجه سليمه في مدينه حمص والله، يعني مش قادر اتخيل. حتى الجايد اللي معانا هو من سكان حمص، قعد 5 سنين هنا وسط الحرب، صواريخ ودمار، قعد في بيته بيحاول يحمي اهله واطفاله ومراته وعرضه، من غير ذنب، من غير ذنب. عارف لما تكون انت مختار كده، ممكن ماشي تحمل العواقب، بس تخيل انت مالكش اي ذنب. المدرسة درست 3 سنين. اللي داخلينها دي مدرسة، دي مدرسة. بصوا اخر حاجة اتكتبت 2009، لسه مسابة على السبورة مجموعات. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هو ده الجامع، الجامع كان متدمر، كان متدمر، والحاجة الوحيدة دلوقتي اللي تم إعادة بنائها ولسه شغالين عليها. حتى الجامع ما سلمش، مفيش حاجة سلمت للأسف. أنا أول مرة رحت للجامع ده كان ب 2018 تقريبا، والجامع كان مدمر، يعني مو 100% بس 50% فينا نقول، بس يعني صار ترميم الجامع وهيك، يعني هيك شكله هلا. المدينة بقت فاضية، يعني تقدر تعد العربيات اللي رايحة جاية في نص يوم، 4 عجلة، 2 عربية، 2 عجلة ثالثة، مفيش حد. أهلها كلها يا إما استشهدوا، يا إما هاجروا، يا إما راحوا مدن تانية، يا إما طلعوا دول تانية. من الآخر سووا حياتهم وكل حاجة وهربوا. ده تقريبا الجزء الوحيد اللي فاضل في مدينة حمص اللي ما اتدمرش كليا، رغم ان المباني كلها عليها اثر طلقات الرصاص، بس ما كانش فيه قذائف، بس يعني حرب شوارع. حرب الشوارع هنا دي كانت حاجة، ابسط حاجة يعني انك يبقى منطقتك فيها حرب شوارع، بس فيها فاضل الناس اللي لسه عايشين هنا وما سابوش المدينة، جزء بسيط. بس تخيل مدينة حمص اللي من 10 سنين ما كنتش تقدر تمشي بيها في العربية من كتر الزحمة، الميدان الرئيسي فاضي كده. حرفيا كل بلكونة حتى في المكان اللي هو لسه فيه عمار ولسه فيه حياة في حمص، كل بلكونة فيها طلقات رصاص. يعني كل واحد هنا لو وقفته في الشارع اللي لسه عايشين هنا وقلت له احكي لي، هحكي لك قصص يمكن تعمل كتب. تخيل تبقى عايش هنا وشايف الحرب رايحة جاية رايحة جاية. تم بيواخدنا على بيته. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. دي مدينة حمص الجديدة، بدأ بناها تقريبا قبل الحرب، ما كملتش، بس بعد الحرب لما الحرب خلصت الناس بدأت تعمر فيها تيجي تسكن هنا. ده البيت الكام اللي تسكن فيه في حمص؟ نعم، البيت الكام؟ بتقول 3 بيوت يمكن اللي كانوا عنا. انت نقلت كذا مرة صح؟ انا 9 بيوت وقت الحرب. وقت الحرب انتقلت 9 بيوت. وهي بنتي عم بتنادينا من الشباك. مرحبا بابا. مرحبا. انا اجيت صراحة، يعني بعد كل ده الناس اللي بتضحك في وشك ومبسوطة وتحاول تحارب، فدايما نحمد ربنا ونشكر ربنا على كل النعم اللي عندنا. واظن كده كفاية فيديو همس، عارف انه كان كئيب وصعب، بس تخيل الناس اللي عاشت هنا، حسوا بيهم، ادعموهم، متنسوهمش. واشوفكم فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا شير عشان العالم كله يعرف.
المشاكل اللي كانت بتحصل هنا. يلا اطلع سليم، انا اطلع يلا تعالوا تعالوا نشوف يلا وين.